إن كنت تبحث عن عمل حر أو صاحب فكرة ومشروع ترغب برفع نسبة نجاحه، إن كنت تريد تنمية معارفك ومهاراتك، التحق الآن بمنصة أكاديمية عمران للتدريب، حيثما وجدت ومن دون أي ارتباطات زمنية. توفر لك المنصة 4 خدمات أساسية: دورة مرئية يقدمها خبراء ومدربون في التخطيط، قيادة فريق العمل، التسويق وبناء العلاقات، إدارة المشاريع، التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى إصدارات إلكترونية لتتمكن من اتباع نموذج عمل تطبيقي. أيضاً تمارين ومؤشرات تفاعلية لتقييم الأداء والفعالية لدى أصحاب المشاريع، شهادات تدريبية تحصل عليها عند إتمامك متطلبات الدورات التدريبية. أكاديمية عمران للتدريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج فنجان بيزنس لهذا العام 2021، جعله الله عام خير ومسح به الصعاب العام المنصرم. وفي هذه الحلقة نتناول موضوعا جديدا، ففي زمن أصبحنا محاطون فيه بالرقمنة من التعاملات التجارية والحكومية بل والسياسية، فما بالكم بوسائل التعليم؟ حتى تحول أبناؤنا كليا للتعلم الرقمي عن بعد، فصار لزاما علينا أن نبحث في سبل تطوير قدراتنا على اكتساب المهارات لتتوافق مع تغييرات العصر وتنعكس على الأداء والأعمال. ولهذا اخترنا أن يكون عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: كيف يحسن الشباب قدراتهم على التعلم في العصر الرقمي. وفي هذا حول هذا الموضوع معنا الدكتورة رانيا الصوالحي من قطر، الحاصلة على الدكتوراه القيادة التربوية من جامعة وورك البريطانية وصاحبة منصة وشت للكوتشينج في القيادة التربوية. أهلا وسهلا بك دكتورة رانيا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة دكتورة، يعني لفت نظري جدا الاختصاص الكوتشينج في القيادة التربوية، فنحن الآن نسمع كثيرا عن اللايف كوتشينج، ولكن كوتشينج في القيادة التربوية يعني أمر هام جدا في عصرنا الحالي وتغييراته وتطويراته. تمام، يعني هي كل مبادرة احنا بنحاول نقوم فيها، ويمكن قريب جدا على موضوع التعلم والشباب اللي انتم بتبداوا فيه. وطبعا خليني ابدا في البداية احكي كل عام وانتم بخير جميعا لكل المشاهدين، وان شاء الله يكون عام خير يا رب، اكثر تعلم واكثر عطاء واكثر ابداعا. الكوتشينج حاولنا نسوي فيها مقاربة خاصة، انه نبتعد عن الدورات اللي بتكون one size fit all، يعني احضر الدورة والكل مع بعض، يعني بعيداً عن اهتماماتك، بعيداً عن واقعك. لا، الكوتشينج بينمي عنا القدرة أو القابلية أو التمكين الذاتي إنه إحنا نتأمل أكثر في ممارساتنا، ونحاول إحنا نكون مسؤولين إحنا عن عملية التعلم الذاتي، أو إنه إحنا نطور ممارساتنا، يمكن بمساعدة مع بعض الأسئلة مش الحلول الجاهزة. فهاي يمكن واحدة من أهم الطرق اللي إحنا بحاجة إنه ننميها، وخاصة إحنا نتعلم عن التعلم الذاتي وعن مسؤوليتنا إحنا نحو التعلم في هذا العصر. نعم جميل، يعني يصبح المتعلم هو المسؤول عن نفسه، وليس واجب المعلم هو أن يركض وراء الطالب يتابع الطالب. تماماً، لأنه للأسف يمكن في كثير من ممارسات المعلمين في المدارس، أو حتى نظرة أولياء الأمور، أنه نروح ناخد معلومة جاهزة نحفظها نمتحن ناخد شهادة ونروح. تمام. هذا يعطينا شهادة، لكن ليس بالضرورة أن يزودنا بعلم أو يزودنا بمعرفة حقيقية. والعلم والعمل لازم يكون في بينهم اقتران، يعني لازم ينعكس على سلوكي وينعكس على ممارساتي. صحيح. ومعنا أيضا في الحلقة محاورا وضيفا ابن الأكاديمية الأستاذ محمد الأديمي، خبير المواهب والتعلم والتطوير. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك يا هديمة، وأهلا وسهلا بالدكتورة رانيا، وأهلا وسهلا بالجمهور الكريم، جمهور مشروع عمران وأكاديمية عمران. إن شاء الله تكون سنة خير وسنة نجاح وسنة يعني كشف غمة للأمة وللعالم أجمع. وفخورين إن احنا نبدأ سنتنا الجديدة ببرنامج فنجان بيزنس مع الدكتورة رانيا،
صحيح وإن فعلا شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله كلنا يعني اليوم بنحاول نستفيد ونرتشف من علمها الغزير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تتفائل بالتطور وتطوير الذات إن شاء الله. إن شاء أنا الله. قلت أنت قبل ما نبدأ بالحلقة يعني عمران هيك بيعمر القلب والرأس والفكر، وشباب مثلكم تبارك الرحمن هي هاي الزاد الحقيقي. يعني خلينا نشوف هلا هيك الحلقة والأفكار رح توقف معنا إن شاء الله بإذن الله بالحوار. إن شاء الله إن شاء الله. طيب دكتورة اسمحي لي أن أبدأ محاورنا لحلقة اليوم. في عصر الرقمي كيف يتعلم الإنسان في هذا العصر ومعطياته الحديثة وأدواته الجديدة؟ خلينا نجمع فيها ما بين أمرين، واحد إحنا نظرتنا للتعلمنا إحنا، والأمر الثاني اللي زاد عليها موضوع الرقمي. زي ما ذكرنا في البداية أنه إحنا من الأول بدنا نكون حريصين، واحد على أنه إحنا مسؤولين عن التعلم ونفهم إيش يعني تعلم. في فرق ما بين أني أذهب لاكتساب معلومة بدون هضمها، بدون الابتكار، بدون التأمل فيها، بدون ربطها بمعلومات أخرى ومحاولة تطبيقها والتجريب. بعدين لما نيجي نفكر في موضوع الرقمنة أو الأدوات المعاصرة بدنا ننتبه إنه هي بتتميز بالسرعة. يعني أنا كمان بدي يكون عندي مهارة اكتساب معلومات بطريقة سريعة، بطريقة رشيقة، بطريقة فيها حيوية، إنه حتى أواكب التغييرات اللي عم بتصير من حولي. لكن في نفس الوقت ما بدي أسمح، أو لابد إني أكون أكثر حرصاً وحذراً إنه ما أنتقل لمرحلة السندويشات السريعة بحجة السرعة. يعني أنا بدي أكون حريص على أني أكتسب علم حقيقي، لكن في نفس الوقت بدي أستثمر مهارات بتساعدني على مواكبة التغييرات والانفجار في المعلومات، كثرة المعلومات اللي موجودة عندنا، لأنه إحنا عم ننتقل من معلومة لمعرفة، من معلومة لعلم، أني أنا كيف أستثمر وكيف أطبق. الأمر الثالث اللي بدي أركز عليه وبشدة موضوع الأنسنة والشخصنة. الأنسنة إني أنا ما أخلي الأدوات تشيئني، يعني ما أنتقل إني أصبح شيء من خلال استخدامي لهاي الأدوات أو الأجهزة وتسيطر على عقلي وعلى تفكيري. وكلمة شخصنة يمكن إحنا أحياناً نستخدمها بطريقة غير، يعني ننفر منها أو نبتعد عنها لما نحكي فلان بشخصن الأمور، لكن خليني أعبر عنها اليوم بفكرة إنه خليها تكون مراعاة للفروق الفردية، خليها تكتسب الطابع الشخصي أو الأسلوب الشخصي لكل واحد فينا. يعني لما أشوف ديما كيف تتعلم بعرف إنه هاي بصمة ديما، لما أشوف محمد كيف بتعلم بعرف أكيد إنه هذا أسلوب محمد في هذا الأمر. فهاي خليها يعني نركز عليها. بعدين في أمر جدا 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 مهم، إنه إحنا نعيد بوصلة البحث والاستقصاء والمعرفة والاكتشاف والشجاعة التجريب. خاصة أنتوا لما تحكوا عن فنجان بزنس وتحكوا عن رواد الأعمال اللي هم الشجاعة عندهم والمبادرة والمبادئة، الحس عندهم عالي. فإذا أنا بحاجة أني لما أحكي عن بحث، البحث مش مقصود في أني أعمل سيرش في جوجل، لا، بحث يعني أني أنا عملية مستمرة كيف أستقصي المعلومة وكيف أطورها وكيف أخذ منها بصائر وإلى آخره. فيعني خلينا نحكي هيك خلطة بختمها، خلينا يعني هيك نبلورها بالكامل، انه احنا بدنا نحدد قيمنا بكل هاي الامور اللي بدنا ننطلق فيها، وبدنا نحرص على صحبة صالحة اللي تعيننا وتساعدنا في الادوات. هل انا تعلمت صح، ما تعلمت صح، كيف ممكن اطور، كيف ممكن احسن. هنا دكتورة انت ذكرتي ما شاء الله اربع معاني كبيرة. المعنى الأول اللي هو نكون حريصين على اكتساب علم حقيقي، ثاني شيء نكون سريعين في التعلم، خاصة أنه في وتيرة سريعة لإصدار المعرفة والتعلم بالعصر الحديث، والثالثة أنه نشخصن ونأنسن العملية التعليمية ونحدد قيمنا. ما شاء الله معاني كبيرة بإيجاز بسيط. طيب خلينا أنتقل الآن إلى موضوع مهم ومحوري يهم جميع الشباب، أثر العلم. يعني هل في أثر للعلم على أداء الإنسان أو سلوك الإنسان؟ أنا مرة سمعت يعني معلومة أو فكرة أو مفهوم إنه مستحيل الإنسان إنه يكون أكبر من نفسه. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه أنا إذا حملت أفكار كبيرة هذا لا يعني إنه سلوكي أو أدائي بيكون كبير.
أشتي أو أحتاج أو أريد أن أعرف مدى تأثير العلم على أداء وسلوك الإنسان؟ يعني سؤال كبير جدا. خليني أبدأ بوالدي الله يرحمهم. والدي كان دائما يحكي لي: رانيا، لو جبتي كل شهادات الدنيا بدون ما تنعكس على ممارساتك ما بدي إياها. تمام؟ فالفكرة إنه أي شيء إحنا بنتعلمه بطريقة أو بأخرى بده يبدأ ينعكس في ممارساتنا. لكن للأسف في محطات أو في وقفات يمكن ما تخلينا ننتبه إيش اللي بيصير. يعني واحد ممكن يصاب بالغرور إنه هو صار يعرف، فيفوت أو ما ينتبه لبعض النقاط أو لبعض البنود اللي كان ممكن يحسنها بسهولة بناء على معرفته، لكن لأنه هو كان ثقته بالمعلومات اللي عنده أوفر أو أكثر مما ينبغي، ففوت أو ما انتبه أو ما جود أو ما حسن. الأمر الثاني أنه أحياناً الإنسان من كثر معرفته بيبدأ يعقد الأمور، بيصير بده يجمع كل المعلومات اللي حصلها في مكان واحد حتى يثبت لنفسه أو للآخرين ربما أنه هو بيعرف. الأمر الثالث الخطير أنه بدي أبدأ أحسن، لكن أحياناً بخاف لأنه أنا صرت بعرف أنه لازم أطبق 1 2 3، فإذا ما حصلتها بهالدرجة أصبح عندي تخوف أحياناً أنه أبادر أو أحجم عن المحاولة أو التجريب، لأنه يمكن يكونوا في ناس أعلم مني أو أكفأ مني أو كذا. فإذا يعني كل المراحل اللي إحنا عم نحكي عنها قد تكون معوقات إنه أنا أبدأ أربط الفكرة اللي في بالي بواقعي أو بممارستي، أو إني أنا أعتقد إنه لا، هاي الفكرة بعيدة عني، هذه الفكرة فقط في الكتب ولا ترتبط في واقعي. إذا إحنا بدنا نشجع هذا الإنسان، واحد إنه يكون أكثر جرأة وأكثر شجاعة في التطبيق وفي المحاولة. 2 إنه يبدأ هو يهضم المعلومة وهو يضع فيها بصمته، مثل ما حكينا أنسنة وشخصنة، بمفهوم أنه يكون لما نرى إنسان بدأ يطبق هاي الفكرة مباشرة، أول ما تقرأ يمكن نص بتحكي هذا يمكن كتابة فلان، أو يمكن لما تروح على مكان تحضر دورة بتلاقي هاي بصمة فلان، أكيد كان بصمة فلان أثر. يعني لازم تتلمس أو لازم تعرف أنه هذا الشيء إلا يكون فلان مشارك فيه أو إله بصمة معينة. يعني مهم أنه نبدأ يعني شيئا فشيئا نشجع، لكن أحيانا سواء على مستوى العائلات أو الأطفال أو حتى المهن أو الوظائف بيمنعونا أنه لا، بكفي اللي إحنا بدأنا فيه، ما تحاول غير هيك، ليش تطلع لحالك شغل زيادة؟ أو يعني تبدأ مفاهيم أخرى من المجتمع أو الناس اللي حاولنا تثبط، أو حوار داخلي بيني وبين نفسي أنه لا، ما تحاول، لو حاولت وفشلت رح يعايروك أو رح يعني يقللوا من جهدك أو من صورتك أمام الناس إلى آخره. وأكيد إحنا كلنا بنعرف إنه البعض بيخاف من الحكم عليه أو على أدائه. ديما طيب. طيب دكتورة، وسائل التعلم يعني حاليا هناك العديد من المنصات والعديد من الجهات التي يمكن الاكتساب منها المعلومات، كيف يختار المنصة المناسبة أو المكان المناسب لجريان المعلومة التي يريدها؟ جميل، وخاصة في عصر الرقمي. يعني يمكن أنا حاولت أجمع ما بين أمرين، لأنه إحنا حالياً في هاي ثورة الأجهزة، لكن ويمكن يعني أزمة كوفيد خلتنا نتعرف على منصات كتير وعلى طرق كتير إحنا ما كنا منتبهين لها أو ما كنا معطينها التركيز الكافي. لكن خليني أرجع مرة أخرى، لكل واحد فينا عنده طريقته الخاصة في التعلم. فديما يمكن بتحب إنها هي تقرأ، فخلينا نحتفي في ديما طريقة تعلمها. محمد يمكن بيحب إنه هو يشوف يوتيوب أو يتابع منصات معينة، أنا ضربت الأمثلة ما بعرف، اسمحوا لي بس إني يعني أطرحها بهالطريقة. يمكن حد ثالث يكون بيفضل إنه هو يتشارك مع أحد ويجرب ويتحاور ويتناقش. إذا واحد، أنا لابد أفهم شخصيتي أنا. 2 لابد إني أتعرف على طرق تعلم وأبدأ أرى أيها أكثر نفعاً وأجدى بما يتعلق بأدائي في بيئتي وظروفي مواردي المبلغ المادي اللي بتعلق فيها إلى آخره. لكن توصية خاصة إحنا عم نحكي في العصر الرقمي،
إنه نكون أكثر مرونة. يعني أحيانا واحد بحكي لا لا أنا ما بعرف أتعلم غير هيك، لا لا أنا هاي الأجنبي أكثر مرونة صح؟ أكثر مرونة. فلما يجي شخص ويحكي إنه أنا ما بحب أستخدم الأجهزة، ما بحب إني أستخدم مثلا المنصات، ما إلي صبر عليها، إحنا مضطرين نحاول. ماشي ما تتعلم فيها بنسبة 100%، لكن تتعلم فيها بنسبة 20% 30%، لأنه إحنا وجدنا في كثير من الدول العربية بتمر في أزمات، ودول العالم طبعا قد يكون اضطر أنه يغادر المكان اللي كان فيه، قد يضطر أنه هو الأجهزة ما عادت متوفرة. يعني في كثير من الأمور قد تكون تحديات، وأنا بحاجة أني أستطيع أني أتعامل معها أو أني أتغلب عليها أو أني أجد طرق أخرى، وخاصة مع التحديات ومع كثرة العكس الفرص والموارد المتاحة لنا. طيب دكتورة، أنت قلتي الآن أنه في ثلاث نقاط رئيسية إحنا عشان نتعلم. أول شيء أفهم شخصيتي، ثاني شيء أشوف أيهما أجدى وأنفع لي، وثالث شيء أن أكون أكثر مرونة، إذا ما نفعتش طريقة أحاول بطريقة أخرى. طيب لو يعني بنفرز الأدوات اللي بتساعدنا على التعلم، يعني مثلا بنقول القراءة، التدريب، المحاضرات، إلى أي مدى تساهم هذه الأدوات في يعني رفع مستوانا وأدائنا في الحياة؟ يعني بدنا نستمر في اكتشاف الفرص والمجالات والطرق اللي ممكن تكون أكثر وأعمق تعلماً. وأنا كثير بحب يعني أحيلكم على إطار صممه مهندسنا محمد بهجت، بوجه له تحية، اللي هو First Framework، وهو مبني على فكرة التعلم العميق، بحيث أنه نبدأ نركز ونبدأ نعايش، يعني التجربة نفسها تكون مصممة بطريقة أنه تكون أكثر خبرة وتسلسل الزمني للمعلومات اللي ماشيين فيها. يعني أنا ما حدخل في شرح الإطار، لكن يمكن في هاي المعلومة أنا فهمتها في كتاب قد يكون كافي، يمكن الكتاب سبب لي تشويش وما كان واضح بالنسبة لي، فاحتجت أني أسمع فيديو وتكون الفكرة أعمق، أو اكتسبت فيها أفكار جديدة أو أفكار عملية. وربما أنه لما حاورت فيها مع الناس اللي من حولي وبدأت في تطبيقها اكتسبت أثر مضاعف. طيب إحنا حكينا على عصر الرقمنة، وحكينا على أني أنا بحاجة أني أكون سريع. طب أنا ما عندي وقت لكل هذا الكلام. في كتب مسموعة، في كتب بشرية، أنت ممكن تجلس مع شخص ويرخص لك أكثر من فكرة وأكثر من تجربة. قد يعني يكون في، فلنقل أنه فرص كثيرة، كل شخص يبدأ يحاول يرى ما هو الأسلوب الأمثل اللي هو نفسه يبدأ في التطبيق فيه. لكن في شخص بيجي بيحكي أنا ما بحب القراءة، ما وجد في كتاب مناسب بالنسبة لي، أنا إحنا بنوجه له يعني توصية، وبنحكي له أنه لا، بدك تبدأ تحاول، قد يعني ما تكون أنك أنت وجدت الكتاب المناسب، أو قد ما تكون وجدت المنصة المناسبة. والخطير في الموضوع، وهون أنا بنوه على نقطة جدا مهمة، أنه للأسف أحيانا شخص بيكتفي بقراءة كتاب ويعتقد أو يظن أنه أصبح عالم، وهذا الكتاب اللي قرأه قد يكون فهمه بطريقة غير صحيحة أو غير مناسبة. تمام؟ وخليني أعطيك مثال. مثلاً يعني مثلا لما شخص يجي يحكي لي أنا قرأت كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي، تمام ممتاز، هذا من أهم الكتب اللي إحنا منشجع فيها، ويبدأ مثلا يحكي لي على واحدة من العادات إنه المنفعة للجميع، أنا بدي أروح أتفق مع فلان وأنا أكسب، ومش مهم هو يكسب أو هو لازم يخسر. لا لا، العادة تقول فكر بالمنفعة للجميع، إذن هي منهجية تفكير وليست منهجية تطبيق في المقام الأول. فإذا أنت ما فهمت الكونسبت، إذا أنت ما فهمت المفهوم ابتداءً، إنه هي الفكرة إنك قبل أتبدأ بالاجتماع، قبل ما تحاور أي شخص، ابحث عن طرق تفيدك وتفيده، مش بس واحد يستفيد والثاني يخسر أو الثاني يحصل فائدة أقل أو كذا.
فإذا يعني أحيانا قد لا تكون الفكرة واضحة من مجرد قراءة نص أو من مجرد اطلاع سريع على معلومة، فإحنا بحاجة إني لا أبحث عنها أكثر وأطلع على مصادر أكثر وأستفيد من أصحاب الخبرات، وخاصة إنه إحنا الآن الحمد لله بهاي المنصات وبهاي الفرص موجود عندنا الكثير الكثير لنستفيد منهم. فإذا أنا بحاجة صح إني أقرأ وأتزود، لكن كمان لازم أتبع وأعرف مين الأشخاص اللي طبقوا واللي جربوا حتى تكون معرفتي أكثر عمقاً وأكثر فائدة. النقطة اللي عجبتني بتفسيرك أنه ضروري كذلك أن احنا نقرأ النص بطريقة صحيحة. أحياناً النص يدعوك لتغيير مفهوم وليس الممارسة، وفي نصوص تدعيك إلى ممارسة وتطبيق، فكذلك يعني القراءة الصحيحة للنصوص تساعد في الإفراد. تسمحي لي يا ديما كذلك أقدم سؤال مهم للدكتورة. مثلاً أنا أعمل في شركة، ومن مهامي إن أنا أطور وأعلم الناس، كيف أحفز الناس للتعلم؟ كيف أحببهم بالتعلم؟ كيف أخليهم يندمجوا مع التعلم؟ هذه نقطة جدا مهمة محمد، خاصة إنه يعني دائما في عملي أو في أي مجال بكون فيه بتكون نفس الفكرة دائما. واحد، إنه إحنا لازم نبدأ بأنفسنا إحنا، يعني قبل ما أجي أنظر على الناس وأبدأ أحكي لهم روح أعمل وروح سوي وإحنا لازم نسوي هيك، خلينا نبدأ إحنا على مستوانا الشخصي، كن أنت التغيير الذي تريده أن تراه في هذا العالم. الأمر الثاني، بدنا نتقبل فكرة التعلم من أي شخص مطلقاً، ما أحكم عليه أنه لازم يكون في مواصفات معينة وعندي تشيكليست أنه إذا ما كان فيها أنا لا ما رح أتعلم منه. وهي كانت والدتي الله يرحمهم دائماً ممنوع منعاً باتاً أنه شخص لو ذكر أمامي قصة أني أشعره أني أنا بعرف هاي القصة. رح أكرر لأنه هاي نقطة كتير مهمة، يعني لو ديما الآن ذكرت لي قصة مثلا وأنا حافظاها ويمكن كتبها في كتاب عندي ولا في بحث ولا كذا ولا بعطيها دائما في الدورات، لابد أني أشعرها كأنها المرة الأولى اللي أنا بسمع فيها القصة، بتعبير جسدي بلغتي بكل شيء، لأنه لابد أني أفكر فيها بطريقة جديدة. اثنين، يمكن هاي المعلومة هي بالنسبة لها هي فرحانة ومبسوطة أنها هي اكتسبت هاي المعرفة وهاي المعلومة، فأنا ليش أروح أحبطها وأحكي لها بعرف بعرف. وإحنا دائما كانت أمي الله يرحمهم دائما تنكت في هالموضوع انه على قصة جارات بدهم يتعلموا من بعض، فكل ما تسألها عن شيء بتحكي لها بعرف بعرف، فبالنهاية وقعت في مشاكل كثيرة لانها حقيقة ما كانت تسمع عشان تستفيد وتتعلم. الامر الثالث، انه احنا لما ننشر المعرفة بدنا ننشرها بطرق متعددة تكون تلقائية، يعني واحنا جالسين مثلا حتى فتح حوار او كذا، ما شاء الله هذا بذكرني في الكتاب الفلاني، ما شاء الله مثلا امبارح مثلا حضرت محاضره لكذا واستفدت فيها بهالموضوع. يعني مش لازم اقعدهم واقعدوا اسمعوا انا بدي اعطيكم محاضره عن كذا، مش هاي الفكره. يكون دائما في فايده، دائما في استفاده. على مكتبي ممكن يكون في كتاب، انا مره زميلاتي راحوا اشتروا كتاب معين عشان وجدوه عندي على فكلهم ماشيين حاملينه، بحكي لهم ليش يعني، فبيحكوا لي انه كان عندك على مكتبي. يا جماعه اصلا الكتاب يعني أنا ما بنصح فيه، أنا كنت بقرأ فيه سريعاً ولو سألتوني كان يمكن نصحتكم بشيء تاني مختلف. النقطة الرابعة، إنه لابد نبدأ بما يحب هذا الإنسان. يعني فلان مثلاً مهتم بالتكنولوجيا، إحنا ممكن ندله على فيديوهات، ممكن ندله على بعض المصادر اللي خاصة فيه بحيث نجذبه شيئاً فشيئاً إنه يبدأ لموضوع التعلم المستمر. ونتذكر كتير موضوع الكلمة الطيبة، يعني نحبط فلان، شو اللي عم تعمل، عم بتضيع وقتك، شوف غيرك شو صار فيهم وانت وين، عم بتضيع المبالغ اللي عندك بكذا، لا في المقابل ما شاء الله عنك الله يبارك لك. يعني نبدأ شوي شوي ننتبه لأثر الكلمة اللي ممكن احنا نقوم فيها. ويمكن من أهم 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 الأمور، لما تيجي تبدأ مع حد بيجي بيحكي لك ما عندي كتب، طيب خلينا نفكر بحل. فإحنا أوجدنا في واحدة مبادرات القراءة اللي بدأنا فيها مثلا رحلة كتاب، إنه ضع كتاب في مكان وخلي غيرك يقرأه وشوف الكتاب وين بوصل. واحد الكتب وصل روسيا والتاني وصل جنوب أفريقيا وبعثوا لنا على إنستغرام إنه كتابكم موجود في هالمكان. طبعا هلا الله أعلم شو صار فيه. واحدة من زميلاتي كانت عندها على الكتب تبدأ وتكتب مثلا محمد قرأ الكتاب وبعدين ديما قرأت الكتاب بعدين رانيا قرأت الكتاب، فنشوف إنه كم شخص قرأ نفس هاي النسخة اللي موجودة. إذا ما نتحجج إنه ما في مثلا موارد مالية، ما في مثلا مبالغ كافية،
بالتأكيد في حل، بالتأكيد في حل، وخاصة لما نوفر نواة يعني بعض المصادر بالتأكيد بيكون في عندنا حلول كثيرة جدا. مرة أخرى يعني لما نبدأ بمثل هاي الممارسات البسيطة العدوى ستبدأ تنتشر، وأنا دائما بسميها العدوى الإيجابية. يعني الناس تبدأ تشوف إنه فلان سمع مثلا عن منصة، فلان بدأ في كذا، خلينا مثلا نشوف إحنا كمان كيف ممكن نتطوع معه. يعني تبدأ شوي شوي هل الحركة هاي بالدولاب في المكان اللي إحنا موجودين فيه. ست نقاط، سجلت ست نقاط ما شاء الله، وكل نقطة يحتاج لها محاضرة دكتورة. طيب بما أن ديما راحت وهذه فرصة يعني بسألك كمان سؤال. السؤال يقول يعني أنا السؤال يقول يعني أنا في مصطلحات يعني نسمعها الآن، التعلم مدى الحياة، التعلم المستمر، كيف أنا ممكن أغرس الرغبة في التعلم المستمر لدى الموظفين أو لدى الأصدقاء؟ رجعت ديما وقد كملت السؤال. ديما محمد يعني عم لازم تحمي الأسئلة ورا بعض. وأنا استغليت يعني استغليت الفرصة، اغتنمت الفرصة يعني. استثمرت يا محمد، حياك. دائما عندي مشكلة بالنت اليوم. الله يسر ان شاء الله. الله يسر. لا حلو حلو. بالنسبه للموظفين انا دائما بحاول. تفضل استاذ محمد. تفضل واصلي دكتوره. تمام. يعني دائما بدنا نساعد الناس على انهم يعملوا بذكاء وليس بجهد. يعني أنا كتير مثلاً بستغرب فلان بيكون يعتز إنه هو بيعرف مثلاً في برنامج المايكروسوفت أو في برامج المايكروسوفت أو في بعض البرامج اللي بيستخدمها دائماً دائماً دائماً. بعدين مثلاً خاصة الباحثين، وإحنا هلا بنحكي عن الشباب، فبسألهم إنه أنتوا كيف مثلاً عن بعض الخصائص اللي موجودة في المايكروسوفت وورد، كيف بتسووا الفهرس المحتويات؟ ففي ناس بتكتب مثلاً البند وبعدين نقطة 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 وبعدين بتكتب رقم الصفحة وبعدين إذا غيرت بترجع. فهم ما بيعرفوا إنه في خاصية موجودة في مايكروسوفت وورد هي ممكن تعطي فهرس محتويات بضغطة زر، أو مثلاً ممكن يكون في الريفرنسز أو في توثيق المراجع كمان. أنا في عندي برامج بتسهل علي، أو الإكسل شيت والخصائص اللي ممكن يعمل لي إياها في الجداول وفي إيجاد بعض الأمور والربط ما بين مثلاً الشيتس أو بعض الخانات أو المعادلات إلى آخره. فالشخص لما يعرف إنه أنت بإمكانك إنك توفر عليه وقت وجهد، هو بالتأكيد سيبدأ يبحث كي يستثمر هذه الفرص، لأنه يعني إحنا بناخذ أحياناً الظاهر في هذا الجهاز. يعني تجد إنسان معاه سمارت فون بس هو فعلياً ما استثمر الخصائص اللي موجودة في هذا الهاتف الذكي، حتى نحكي إنه هو هاتف ذكي حقيقة. الأمر الثاني إنه نبدأ نشارك مع الموظفين خلينا نحكي بنقاشات مهما ظننا إنها بسيطة. يعني كتير بحب لما نكون مع زميلاتي أو مع الناس اللي إحنا بنشتغل معهم في فرق، إنه مين عنده فكرة جديدة كيف ممكن نسوي هذا الشيء. بحب لما حد يجي يحكي لي مستحيل ما يكون في طريقة أسهل، خلينا ندور على الطريقة الأسهل، مش الطريقة الأسهل اللي ما فيها جودة، لا، الطريقة الأسهل اللي توفر لي وقت عشان أتفرغ لأمر ثاني. فمثل هاي الأمور يعني بتعطينا خلينا نحكي هيك أفق أو سعة من الوقت والراحة، حتى في العمل اللي كان زمان يكره توثيق المراجع هلأ صار يتفنن ويستمتع وهو بوثق في المراجع، خاصة لما يستخدم برامج مثل مندلي أو غيرها. وأنا يعني من أكثر البرامج اللي بحبها شخصياً، مع أنه في زوتيرو وغيره، بس أنه يعني الخصائص اللي موجودة فيه سهلة وعملية جداً للباحثين. كذلك كتير اسم البرنامج؟ مندلي. مندلي. وكذلك فيما يتعلق في الرواد الأعمال، البروجكت مانجمنت، يعني في كتير أشياء أنت ممكن تسهل عليهم أمور بسيطة وحتى تكون مجانية، لكن بإمكانهم يستثمروها ويطبقوها بشكل بسيط. لكن في متلازمة في الغرب منتشرة بيسموها متلازمة الخشخاش طويل القامة، tall poppy syndrome. طبعا أنا لما قرأتها أنا كانت صدمة بالنسبة لي. الخشخاش أحيانا هو يعني بينمو بأطوال يعني متقاربة، لكن إذا طلعت هيك نبتة خشخاش طويلة شوي فإنهم بيكونوا بدهم يقصوها حتى ما يكون في تفاوت، حتى يكون الجميع بنفس الطريقة.
طيب كيف طبقوها في الإدارة وكيف طبقوها عند الموظفين؟ قالوا إنه أحياناً في بعض الموظفين لما حد يجي بفكرة جديدة بيصير الكل بدهم يكتموا على نفسه، لا ما تيجي بفكرة جديدة، ما طلع لنا شغل جديد، ما تنبه المدير علينا، فبيصيروا يقصقصوا من مبادراته حتى يصبح مثل الآخرين. طبعاً أنا كنت أفكر إنه بعض الممارسات هاي موجودة عندنا يمكن في بعض المؤسسات، لكن طلع هذا شيء إنترناشنال، هذا شيء عالمي ومكتوب عنه في حوله بحوث ودراسات ومقاييس، حتى لو دورتوا عليها حتنصدموا إنه يعني إيش الأمور اللي ممكن يعني تساعد أو تخفف حتى من هذا الأمر. من الأمور الكتير اللي إحنا منشجع عليها إنه القادة أو الأشخاص المؤثرين في هاي المؤسسة المنظومة، الناس من حولنا، المجتمع، البيت، الأسرة زي ما بدكم تسموها، إنه يفتحوا الباب للتواصل. مين عنده فكرة جديدة؟ تعالوا خلينا نجرب، خلينا على الأقل نختار فكرة مجنونة إذا حنسميها هيك، ريادية رائدة، إنه إحنا خلينا نطبقها بهاي السنة، يعني نطلع من الجو الاعتيادي الكومفورت زون أو المساحة الراحة أو الأمان اللي إحنا موجودين فيها، خلينا نحاول شيء جديد. طبعاً هذا الأمر بيسبب حرية عند الإنسان نفسه، عند الناس اللي من حولنا بيصيروا أكثر قدرة على الاقتراح، على التواصل، على الشعور بالأمان. وإحنا دائماً نحكي تصيد النجاحات، ما تقعد تدور على الأخطاء أو تبحث عن أخطاء لهذا الشخص اللي أمامك، لا، ابحث عن فرص أنه هو يطور من نفسه أو من قدراته أو مهاراته. يعني أحلى فكرة لقطتها عشان نحفز الناس على التعلم، أخليه يذوق ويستشعر منافع التعلم، كيف يحسن من حياته وكذا. والفكرة كذلك اللي هي تعتبر اليوم إضافة لنا اللي هي متلازمة الخشخاش، يعني دائما أنه في ناس يحاولوا يكونوا أفضل أو يقدموا أفكار أفضل فتقصقص جناحاتهم حتى يكونوا مع الآخرين. كذلك أن احنا نفتح باب للتواصل مع الموظفين لرفع أفكار مجنونة. ذكرت لما ذكرتي هذه القصة شركة شيل عندهم مبادرة رهيبة، قدم فكرة في 5 أسطر، تمام، إذا وافق عليها 5 أشخاص من اللجنة بنستدعيك للقاء ل5 دقائق، إذا عرضتها ب5 دقائق واقتنعوا كذلك بنجاحها يعطوك جائزة $50,000. طيب ديما رجعت، اسألي يا ديما. حياك يا ديما. ديما تمام صحتي؟ يلا للأسف. طيب يعني أنا اليوم الحظ حليف يا دكتورة، اسمحي لي. طيب كيف يجود الشاب علمه؟ كيف يجود الشاب أو الإنسان عموماً؟ أو الإنسان الشباب تحديداً، لأنه أحياناً بنكون متحمسين للمعلومة وبدنا ننتقل بس نقفز من معرفة لمعرفة لمعرفة لمعرفة. فمهم مثل ما ذكرنا أنه أنا بدي يكون عندي اكتساب معرفة حقيقية، فأنا بحب كثير فكرة زوم إن وزوم أوت. إيش يعني؟ يعني إذا أنت اقتربت للدائرة المحيطة فيك والكل كان يصفق لك ويحكي لك أنك أنت ممتاز وأحسنت وما في مثلك، حاول أنك تتعرف على دائرة أوسع قليلاً وتشوف ممارسات مرتبطة يعني بدائرة عملك أو اهتماماتك، وتقارن أنت ما بين عملك وما تعرفه من ممارسات الآخرين. فهذا بيعطيك القدرة على أنك أنت نفسك تضع لديك معاييرك الخاصة لتبدأ تجود عملك. يعني ربما أنت أحسن شخص في بيتك وأحسن إنسان في هذا المكان، لكن لو قارنته مع دول أخرى، مع مناطق أخرى، مع بيئات أخرى، مع ناس أكثر خبرة وأكثر علما، تتفاجأ أنك لا. زي لما بنحكي على طالب مثلا كان الأول على صفه، إذا قارنته مع باقي الشعب رح يختلف، إذا قارنته على مستوى المدرسة، على مستوى المنطقة، على مستوى الدولة، وهكذا يعني كبر خلينا نحكي المنظومة أو وجهة النظر. فالآن لما يجي شخص ويحكي لي والله فكرتك يا رانيا ممتازة، تمام الله يجزيك الخير شكرا، لكن خليني أشوفها مقارنة مع حد تاني. أنا شخصيا لما بدي أجي عن أحكي عن فكرة أو شيء أنه أقتنع فيه، لازم أسأل أهل الخبرة، لازم أسأل الناس اللي بيستفيدوا منه بيطبقوه،
لازم أسأل ناس ما إنهم علاقة بتاتاً فيه، أشوف هل هم استفادوا منه، شو وجهة نظرهم، إيش تعليقاتهم، إيش الأمور اللي ممكن يستفيدوا منها، أو إنهم يعني نشوف إيش جوانب التطوير. وهاي إحنا حتى في الغرب يعني بيدربونا على شيء اسمه PhD in 3 minutes، إنه أنت بدك تصبح رسالة الدكتوراه اللي اشتغلت عليها 3 سنين 4 سنين 5 سنين في 3 دقائق، والشخص اللي قدامك يفهمها ويستفيد منها ويتعرف عليها وكذا. إذا حكينا عن الاطلاع على التجارب، ومن تجارب ومن أهم هذه الأمور إنك أنت تسافر، حتى لو ما سافرت في جسدك، رب العالمين إن شاء الله يفرج هالغمة. إحنا بإمكانك إنك أنت تتواصل مع الناس من خلال شبكة العلاقات، وخاصة يعني من بداية أزمة كوفيد يعني إحنا حاولنا مع زملاء التربويين من حول العالم، وحتى الناس المهتمين في تطوير مثل مبادراتهم وإلى آخره، إنه إحنا كيف نتعرف على الأفكار الجديدة. يعني أنا ما في داعي أرجع أخترع العجلة، خليني أستفيد من اللي موجود حالياً. موضوع التطوع ما تتخيل قديش إله أثر إنه يحسن من ممارساتنا ومن علمنا. يعني إذا أنا كانت عندي فكرة ولم أستطع أني أطبقها في مؤسستي، ربما عند تطوعي أستطيع أني أطبقها بشكل أحسن. هي واحد. اثنين، أنا كثير بحب أني أتطوع ما بين عدة جهات، لأنه بأخذ فكرة من هون وبشوف كيف أثرها ممكن يكون في مكان تاني، أو كيف هاي المجموعة أو هاي الفئة ممكن تطبقها في سياق والأخرى ممكن تطبقها بسياق مختلف. فبصير عندنا خلينا نحكي منظومة لكيفية التعامل مع التجارب، مع الخبرات، مع حتى أنا نفسي يكون في عندي مرونة، مثل ما ذكرنا في البداية أنه أحيانا الإنسان لما ينتقل لبيئة جديدة بتوقف أو بتصيبه صدمة، أو أحيانا لا يستطيع أنه هو يستفيد أو يستثمر الطاقات والقدرات اللي موجودة عنده. كي أجود عملي أنا بحاجة أني أربطه في الواقع وأفهم الاحتياجات وأتواصل مع الناس اللي من حولي. صح أنا بدي أركز وبدي أكتسب العلم، بس ما أنعزل، يعني ما أضع نفسي في قوقعة وأبتعد عن التطبيق العملي وتوصيات الناس واهتماماتهم الحقيقية. وأمر جدا 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 بركز عليه، موضوع التحرر المالي. أنا عارفة أنه إحنا معظمنا يعني بنكون مثلا إما في مناطق أزمات نكبات، بنمر في ظروف جدا صعبة أحيانا، يعني الالتزامات المالية، غلاء المعيشة، في كتير أشياء ممكن نعدها. لكن رب العالمين أكرمنا أنه إحنا علاقتنا مع الله عز وجل وثقتنا أنه هو الرزاق، يعني أنا ما رح أخاف على مصدر رزقي حتى لو كان وظيفة، بحاجة أني أنا أكون ريادي أكثر، أبادر أكثر، أحاول حتى من هاي المعلومات اللي أنا أخذتها أشوف كيف بإمكاني أني أحولها لمصدر دخل، يعني سواء كانت في برمجية برنامج معين، سواء كان في أني ممكن ألخص كتب وأعطيها لناس معينين. مهما كانت الفكرة، مهما كانت الفكرة، بإمكان كل شخص أنه يبدأ يفكر بهذا الأسلوب أو المنظومة. يعني أنا حتى بحكي للمعلمات لما بدربهم أو التربويين، حدا يجيب لي وسيلة أو فكرة معينة، بحكي له يا جماعة روحوا بيعوها للمطعم الفلاني، وقت الانتظار بيعطوا للأطفال بعض الألعاب وبعض الوسائل التعليمية، صح؟ إنه يلون ألعاب كلمات كذا. طيب أنت تعبت على هالفكرة، روح بيعها، يعني يمكن تستثمر من وراها مبلغ وقدره يعني. لكن إحنا بنفصل، يعني ما منحاول، ما منجرب أني أنا أطلع من الدائرة الضيقة في المحاولة اللي أكون فيها، اللي حتى يمكن تعطيني مهارات إضافية تساعدني في تحسين وتجويد عملي. إذن الخلاصة، جرب، حاول أول مرة، ثاني مرة. وكثير علمونا عن أديسون ويحكوا لنا كم، 99 ألف مرة ولا 99 يعني بغض النظر عن الإحصائيات اللي خاصة فيه، لكن خلينا نحاول، خلينا على الأقل يكون في عنا يعني رصيد من التجارب ومن المحاولات كي نتعلم ونجود. طيب عشان ألخص، عشان أكد على الاستفادة، عشان نجود عملنا، إنه نعمل زوم إن زوم أوت، إن إحنا عشان ما نصبش بغرور، إذا اكتسبنا معرفة نحاول نقارنها ببيئات أخرى ومعارف أخرى. كذلك ضروري نطلع على التجارب والسفر، ضروري التطوع وتنوع البيئات، ربط العلم بالواقع وفهم احتياجات الآخرين، وما نضعش نفسنا بقوقعة، والتحرر المالي. طيب دكتورة،
السؤال ديما يعني الحمد لله ما رجعتش، أنا الله بواصل. يحفظك. الله يحفظها إن شاء الله. طيب، كيف يؤثر العلم على العمل؟ يعني احنا كثير لما بنقرا في كتب السابقين، اول شيء بيحكوا لنا اياه طلب العلم والعمل، فان اجابه والا ارتحل. تمام، يعني انت خزن كل العلوم اللي عندك يا في الدنيا، ايش اقصى شيء راح تصير؟ جوجل نيكست؟ ايش يعني وات نيكست؟ ايش راح ينبني على هذا الشيء؟ فالان احنا وجدنا امامنا اجهزه وفيها عندنا درايف وعندنا يو اس بي وعندنا يعني كلاود وعندنا كل شيء بيخطر في بالنا. طيب دورنا احنا، بصمتنا احنا كانسان، الناس اللي من حولنا اللي احيانا صاروا يفقدوا الثقه لما يحكوا فلان مثقف، قصدهم فيه انه فلان حافظ كتب. لا، الثقافه هي نقل المعرفه الى الواقع، الى حيز التطبيق والاستفاده الفعليه. فاذا بدانا في تكديس المعرفة، إحنا فعلياً ما استفدنا منها وما طورناها، وهذا اللي يمكن بحكي عنه مالك بالنبي القابلية للاستعمار، إنه إحنا ننتقل رحمة الله عليه طبعاً، لما يعني ننتقل من فكرة الجاهزية وفكرة العلم وفكرة الأفكار، عالم الأفكار، ونبدأ بس نركز على أمور بسيطة إحنا في حياتنا وننعزل عن اهتماماتنا وننشغل في أشياء هي من سفاسف الأمور. إذن من المهم جداً أنه لما نتحدث عن العلم ندرك تماماً أنه لابد أني أبدأ الآن في مرحلة العمل. ويمكن حتى في ديننا ربما بلغ أوعى من سامع، بلغوا عني ولو يعني أول ما تسمع شيء حاول أنك تروح تعلمه، بعدين بيجي بيحكوا لنا عن أبحاث الدماغ عشان تمتن المعلومة اللي موجودة في خلاياك، بدك يا إما تكررها باستمرار يا إما تعلم غيرك. وكل ما علمت وطبقت انت بتنقلها من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى، والموضوع يطول. يعني هاي يمكن بدها تجيبوا فيها مختصين ويحكوا فيها يعني بنقاط طويله، لكن انا كشخص مجرد ما اخذت المعرفه ابدا انقلها لعائلتي، لاصدقائي، لوظيفتي، لمهنتي، للناس اللي من حولي. وكل ما كنت اكثر جراه، واحنا عم نحكي عن فنجان بزنس، اكثر حرصا على اني اطلعها في مبادره متكامله، راح سأرى أثرها بشكل أفضل وبشكل عملي. طيب دكتورة، في مفاهيم جديدة الآن ظهرت. أنا كان إلى حد علمي أنه في التعليم المستمر والتعليم مدى الحياة، هذه أحد المفاهيم المرتبطة بالتعلم، لكن في مفاهيم ظهرت وعرفناها منك اللي هي long life and wide life learning، فحدثينا عن هذه المفاهيم. يعني أنا هذا المصطلح wide life learning سمعته أول مرة في مؤتمر لوايز، إذا عمركم سمعتوا في مبادرة وايز، هي إحدى مبادرات مؤسسة قطر التعليمية. وايز هي abbreviation أو مختصر لقمة العالم في ابتكار في التعليم، وبنصح إنه تتابعوا لقاءاتهم، فيديوهاتهم، مبادراتهم، وحتى مدوناتهم. ففي مؤتمر كان في شهر 7 إذا أنا متذكرة صح، Reimagine Education، إعادة تخيل التعليم، طرحوا مصطلح جديد وهو إنه ننتقل من التعلم المستمر بشكل طولي long، خلينا نشوف wide. إيش يعني wide؟ يعني الآن زي ما ذكرنا إنه أنا بحاجة إني أتواصل مع أشخاص، مع شبكة علاقات، وما أقتصر فقط على اللي موجودين معي في نفس التخصص، خليني أتعرف على تخصصات أخرى، خليني أتعرف على مجالات أخرى، خليني أتعرف على تطبيقات أخرى. يعني مثلاً إحنا عندنا في تخصص القيادة التربوية ناس بيفكروا أنه هذا فقط له علاقة في المدارس، بينما إحنا الآن بدأنا نتواصل قيادة تربوية مع قطاع الصحي، لأنهم في عندهم مبادرات خاصة بأنشطة تعليمية وتوعوية وتثقيفية إلى آخره. وما تتخيل كان سعادة الممرضين، يعني أنا السنة الماضية بشهر 12 2019 لما قد شاركت في مؤتمر خاص للممرضين، وبنحكي كمان نفس الشيء على ديجيتال انفورميشن وترينينج وإلى آخره، وبينا لهم بعض الأمور الخاصة في الديزاين ثينكينج أو في بعض التطبيقات
اللي ممكن يستفيدوا منها، إنهم هم كانوا بحاجة إنهم يعرفوا أكثر عن هذا الأمر ويستفيدوا منه أكثر. طيب لو أنا عزلت نفسي وحصرت نفسي بس في مجال واحد وحكيت لا إحنا فقط في قطاع التعليم وما لنا علاقة لا في قرارات اقتصادية ولا في قرارات قطاع الصحي ولا في كذا وكذا، بدليل الآن إنه القطاع الصحي أصبح جزء من المدارس وأصبح جزء من كثير من ممارساتنا اللي إحنا بنقوم فيها. طيب إذا لما أحكي عن الوايد أنا بحاجة إنه الناس اللي كانوا يحكوا لي زمان لا لا أنت ما إلك علاقة ولا بأي شيء تاني، فقط ركز على تخصصك، صح أنا بدي أركز على تخصصي، لكن هذا لا يمنع أن أرى تخصصي في مجالات أخرى، أن أرى تخصصي أبدع في تخصصي في قطاعات أخرى، أو أبدع في تخصصي بطريقة مختلفة أجذب الناس لتخصصي وأحبب الناس أكثر إنهم يستفيدوا وينتبهوا من هذا التخصص. مرة أخرى إحنا بدنا الشخص يركز في تعليمه ويكون أكثر إتقاناً وأحسن وأكثر فاعلية، لكن هذا لا يمنع أنك أنت تستفيد وتستثمر الفرص اللي موجودة أمامك بعدة مجالات وبعدة طاقات. طيب دكتورة بس المؤسسة اللي قلتي نتابعها مؤسسة قطر للمعرفة؟ مؤسسة قطر هي اسمها قطر فاونديشن. آه قطر فاونديشن. نتابع يعني الفيديوهات حقها اليوتيوب والمدونات. المبادرة اسمها وايز. مبادرة وايز. تمام وهي تابعة من قطر فاونديشن، يعني لو كتبت وايز WISE وايز قطر راح يظهر لك، تمام راح تظهر لك مجموعة الفيديوهات. طيب في سؤال طرأ لي بينما أنت يعني تتحدثين عن إنه حاول تخرج من تخصصك، السؤال يعني أنا مثلا أنا كذا تخصصي إدارة، هل ممكن أخصص جزء من وقتي لقراءة كتب في الفيزياء أو في مثلا الجيولوجيا البيئة الطب، هل هذا بيفيدني أنا كذلك في تخصصي كقراءة كتب أو حضور دورات؟ مرة أخرى إحنا ذكرنا أنه كل إنسان لابد واحد يعرف نفسه ونقاط القوة اللي موجودة عنده، اثنين يعرف تفضيلاته وطرق التعلم اللي موجود. يعني مثلا في كتابي الأخير كن نورا أنا صح بحكي عن المعلمين وبحكي عن التربويين، لكن أنا طلعت في نموذج ربطتهم وشبهتهم في النظام الشمسي، فكان يحكوا لي طيب تركتي كل شيء لأن أنا كثير بحب علم الفلك، كثير بحب علم الفلك. يمكن الناس بتحكي معي في شيء وأنا بكون مباشرة يعني بذكرني في أمر معين وإله رابط معين أو إله شاهد معين. طيب هل أنا معناته طول وقتي قاعدة عم بقضي في علم الفلك؟ لا. هل إلي اهتمامات فيه بتابع أمور معينة؟ ممكن. فهذا كل إنسان هو نفسه بيحدد شو المجال اللي ممكن يعني يكون مؤثر فيه. يمكن أضرب مثال دكتور أحمد خير العمري، هو طبيب أسنان لكنه كذلك له مؤلفاته الكثير المعروفة. طيب هل هذا هو ابتعد عن تخصصه؟ ليس بالضرورة، يعني يمكن هو له اهتمام معين، له أثر معين، يمكن هو يحكي عنه أكثر. وبدنا نحكي عن أمثلة كثيرة من عالمنا المر، كيف بإمكانك أنت توظفها، سواء ممكن تكون تبدأ هواية وتنتقل بعد ذلك لأمر ثاني، الرسم قد تبدع فيها أنت أكثر من خلال توصيل المعلومة. في ناس حتى استثمروا الرسومات في توصيل خصائص عناصر كيميائية، الكيميائية الهيدروجين وكذا إلى. يعني أنت إيش بإمكانك أنك تبلور أو تستثمر هذه نقطة القوة اللي عندك أو الاهتمام أو المهارة، ويمكن تكتشفها بنفسك بعد يمكن بعد 40 بعد 20 سنة بعد 5 سنين. يعني كل إنسان هذا جمال التعلم المستمر. وأنا أحب جدا عبارة لجودة سعيد أنه اكتشف قدرة الله فيك، راح أعيدها، اكتشف قدرة الله عز وجل فيك. يعني أنت كإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما وسعك الحقيقي ابدأ الآن طور مهاراتك واكتشف هذا الوسع. قبل 10 سنوات ما كان عندك نفس القدرات والمؤهلات والمهارات، بعد فترة كذلك راح تكتسب أمور إضافية وأنت نفسك راح تنصدم أنه حقيقة أنا بإمكاني أسوي هيك، ممكن أني أتعلم كذا وكذا. بس ما نتوقف عند مرحلة معينة وأكتفي وأحكي خلاص بكفي، أكثر من هيك ما في مجال. طيب باقي معنا 10 دقائق فبنستغلها وإن شاء الله نستثمرها.
في سؤال اللي هو أيهما أكثر تأثيرا وتأثيره أهم على الأداء أو السلوك الإنساني، التعلم أو الخبرة؟ التعلم أو الخبرة؟ طيب هلأ يعني لما أجي أحكي الإنسان في المجمل في العمر، بدنا ننتبه على عدة أشياء. واحد، في فروق ما بين الأجيال، وأنا كتير بحب الدراسات اللي بتحكي عن جنريشن واي والجنريشن زي والفروقات بينهم ومين أكثر يعني مغامرة وأكثر تحفظا وكذا، وبنصح إنه يعني نبدأ شوي شوي نكون أكثر وعيا فيها أو أكثر انتباه. ثم الأمر الثاني، لما نحكي عن التعلم، هل هذا التعلم اللي أنا اكتسبته هل كنت واعي فيه؟ هل بدأت أني أحدد أو أربطه في قيمي، في اتجاهاتي الكبرى، في الغاية اللي أنا بسعى لتحقيقها كمشروع عمر؟ إحنا بنحكي يمكن كرواد أعمال مشاريع صغيرة، لكن خلي يكون عند كل واحد فينا مشروع عمره. شو الشيء اللي ممكن أنت تقضي طول عمرك وأنت تشتغل فيه أو تحاول أنك تطوره وتحاول أنك تجوده؟ بعدين لما نتحدث عن الخبرة، طيب ليش إحنا فرقنا ما بين التعلم والخبرة؟ ما هي يفترض أنه التعلم يساعدني في تطوير خبراتي وفي تطوير تجاربي وفي تطوير ممارساتي، لكن المشكلة إذا أنا حسبت الخبرة بعدد السنوات فقط، هذا قد لا يكون مؤشر. يعني لما يجي واحد يحكي لك أنا عندي 10 سنوات خبرة في هذا المجال، طيب هاي 10 سنوات خبرة، هل أنت اكتسبت فيها شيء جديد؟ هل طورتها؟ هل جودتها؟ ولا هي عبارة عن سنة مكررة بنفس الآليات، بنفس الممارسات، بنفس الفكر، بنفس التوجه؟ ولا كنت أكثر جرأة ودمجت فيها أمور؟ ويمكن إحنا نفسنا بنشوف أنا ممكن نفس الأدوات لكن بعلم جديد أطبقها بفكرة أخرى، أو إنه لما أغير البيئة اللي كنت أشتغل فيها تكون أكثر فاعلية ربما. طيب إيش اللي اختلف في هذا الأمر؟ إحنا بحاجة لتعزيز مهارة التأمل، إني أهضم المعلومة وأبدأ أفكر، رانيا إيش اللي كان مناسب بهذا المكان؟ إيش كان ممكن إنك تغيريه في هذا المجال؟ إيش الأمر اللي كان ممكن تطوريه في هاي؟ طيب إيش اللي اختلف بين هالمكان وهالمكان؟ وما نبدأ نبحث عن الأعذار، يعني ما أحكي هم ما سمحوا لي، هم ما خلوني. أنت دائرة التأثير الخاصة فيك، ماذا بإمكانك أن تفعل؟ لما نيجي نفكر ونحكي خطة عام 2021، تمام أنا بحب الشباب اللي بيكونوا حاطين نصب أعينهم أهداف بحاولوا يحققوها، لكن كمان خلي عندك مرونة وقابلية لاستثمار الفرص أو لصناعة الفرص. أنا بستعجب كتير من شباب يجوا بيحكوا لي لا أنا رفضت هاي الوظيفة لأنها مش على خطتي في 2021. نعم، وظيفة بتحلم فيها طول عمرك. أو لما كنت بدرب بعض الصبايا على ريادة الأعمال وتأسيس الشركات وكذا، لا إحنا ما بدنا نكمل لأنه امتحاناتنا قربت وبس نتخرج ممكن نرجع للشركة. ماما أنت بس تتخرجي إيش راح تعملي؟ بدي أسس شركة. طيب ما أنت هلأ عندك شركة وأنت عم بتأسسي فيها، يعني أنت بدك تأجلي سنتين عشان تسوي اللي أنت عم بتسويه هلأ؟ يعني بس فهميني المنطق اللي أنت عم بتفكري فيه. فأحياناً إحنا نفسنا بيكون في توقعات معينة في بالنا بتحدنا أو بتخلينا نحجم عن التطوير أو عن ممارسة بعض الأمور. ففكرة التعلم والخبرة وكذا مرة أخرى، يعني هاي المصطلحات أو بعض الأمور مش عارفة أخذناها من وين، مسرحيات، من أفلام، من مسلسلات، ممكن خلينا إحنا نصنع واقعنا، إحنا نصنع قصتنا، إحنا يعني نكتبها بطريقتنا. ليش أنا يعني وليش فصلنا ما بين الخبرة والتعليم؟ إحنا غالبا لما نجي نحاول نقدم دورات أو محاضرات لبعض الأشخاص اللي عندهم خبرة، أول جواب لنا يقول يكفي تنظير، نشتي أشياء عملية، إحنا يعني نشتي نشتغل. يعني مفهومهم إنه العلم لا يضيف لهم أشياء كثيرة. أنا حكينا في الأول وحكينا على فكرة أنه أنت المسؤول عن تعلمك، أنت كل الناس اللي حواليكم عبارة عن فرص وأدوات، أنت كيف راح تستثمرها؟ وخليني بس أركز على نقطة في بحث يعني أعمل عليه حاليا. إحداهن قالت لي الجهل وحش يا رانيا. إيش يعني؟ يعني أنه اكتشفت قديش كانت يعني مقصرة في حق نفسها
إنها تتعلم لحد ما جاءت أزمة كوفيد وتعلمت في أسبوع اللي ما تعلمتوش في سنين. طيب يعني أنت عندك قدرة وعندك وقت وعندك همة وعندك رغبة وعندك، طيب نتذكر رفق، رغبة وفرصة وقدرة. إذا أنت شو الشيء اللي بإمكانك إنك تقوم فيه إذا كانت عندك الرغبة، واصنع الفرصة وخلي يعني طور القدرات اللي موجودة عندك. فنرجع مرة أخرى نستثمر في قيمنا، نستثمر في ما أعطانا الله وما أحبنا الله عز وجل، كي نرى هذا الإنسان إيش بإمكانه إنه هو ينجز، ونستمتع خلال رحلة هذا التعلم. يعني كل رحلة فيها بكل يعني عثرة بكل قمة تعطينا تجربة أخرى وإحنا نراها بصورة مختلفة. والله يا دكتورة أنا كتبت قدر ما أستطيع، كنت أتمنى لو في آلة رقمية تسجل كل كلمة تخرج منك، لأنها صراحة كل كلمة بكتاب صراحة من أثرى. والله من أثرى اللقاءات، يعني صراحة جلسة ثرية ثرية جدا، استفدت فيها الكثير. وللأسف يعني الأخت ديمة غادرتنا مبكرا بسبب الإنترنت، لكن فرصة لي أني طرحت كل الأسئلة اللي عندي. شايف هذه العوائق يعني. وفي أسئلة كثيرة يا دكتورة رانيا، أشتكي تعطينا وعد أنه إن شاء الله كمان نكرر لقاء آخر، لأنه صراحة اللي عندك كثير وإحنا نحتاج يعني للعلم اللي عندك. طيب إحنا ممكن الشباب اللي بالفيسبوك خلال 5 دقائق أو 3 دقائق إذا عندهم أي أسئلة للدكتورة رانيا ممكن يحطوها عشان نسألها ونلقى الإجابة. أو ممكن لو ديمة ترجع لو عندها سؤال أو سؤالين. طيب شو دكتورة بيل جيتس لا ستيف جوبز معه موقع وينشر فيه كتب، الكتب اللي قرأها خلال السنة اللي لفت انتباهي إنه يقرأ فيه كل شيء، يعني كتب بشتى الأنواع. أنا السؤال اللي طرأ لي يعني هل أنا سألتك السؤال المرولة بطريقة ثانية، لكن لا، أنا هذه الكتب ما تستهوينيش، فهل عدم قراءتي لها بتأثر على مستواي المعرفي والثقافي؟ يعني أنا من تجربتي في تأسيس أحد نوادي القراءة محمد، كنا أحياناً نضطر لقراءة كتب. يعني أنا شخصياً لو سألتني هلأ بحكي لك كان قبل 10 سنين أحكي لك مستحيل إني أقرأها، لكن كنا نقرأها لأنه يعني تم اختيارها من المجموعة، ومن باب إنه خلينا نكون مرنين نتعرف على وجهات النظر والآخرين. فتحت لي آفاق عجيبة، يعني لدرجة إنه ما زلت أذكر كنت في بريطانيا بنتظر في الباص، واللي كانت قربي كانت من أفغانستان، ولأني قرأت رواية عن بلدها ففتح معي باب حوار وقعدت أسألها عنها وكذا، وما شعرنا في الوقت بتاتا، بينما أنا لو لم أقرأ ذاك الكتاب ربما لم أعرف أو لم أستطع أني أتواصل معها أو أتحاور معها بشيء مشترك على الأقل، أو أنه إحنا نكتشف بعض المعلومات. في المقابل أحياناً كنا نحضر في جلسة نقاشية وإحنا نروح على النقاش وأصلاً رافضين الكتاب، يعني كيف قرأناه وكيف اخترناه، لكن خلال النقاش نتفاجأ بأفكار جديدة ورؤى وبصائر من الناس اللي شاركونا في القراءة، لدرجة أنه إحنا نقرر نرجع نقرأ الكتاب مرة تانية لأنه إحنا ما كنا فاهمينه وما كنا عارفين عن إيش عم بيحكي. إذن الفكرة الوايد ليرنينج أنه أنا بحاجة أني أتعرف على مجالات جديدة، ومع تركيزي على أنه خلينا نقرأ كتاب 27 خرافة عن القراءة. يعني أنا لما أمسك كتاب ليس بالضرورة أبداً، ومن حقي كقارئ وإقرأ عن حقوق القراء، ليس بالضرورة أني أقرأ من الجلد للجلد. يعني أنا ممكن أتصفحه، ممكن أخذ معلومات بسيطة، ممكن أطلع عليه اطلاع سريع. فلما أجي وأحكي لك أني أنا قرأت كتاب ليس بالضرورة أني أنا قرأته من أول سطر لآخر سطر. في كثير طرق لقراءة الكتب حسب هدفي منها، حسب معرفتي عنها، كذا كذا إلى آخر. الآن لو بدي أقرأ كتاب في تخصصي في دراستي يمكن أعيده مرتين ثلاثة، لكن لو بدي أقرأ كتاب من باب الاطلاع السريع أو من باب المعرفة العامة هذا أمر مختلف. لكننا بحاجة، لأنه أحياناً
تجربة فلان أو فكرة معينة في كتاب تعطيني وحي يعني أو إلهام أو مصدر لإعادة يعني تصميم مشروع بالكامل، لأنه لفت نظري على بعض المعلومات أو كذا. هعطيك يمكن مثال آخر، أنه في رواية ساق البامبو كانوا يحكوا عن معاناة يعني شخصية البطلة اللي في القصة فلبينية وإيش اللي مرت فيها وكذا والبدون يعني وبعض الجنسيات وكذا، فخلاني أكثر إنسانية خلينا نحكي أو أكثر انتباها لبعض الجنسيات، لدرجة أنه واحدة من زميلاتنا في مدرسة اللي كانت مديرة، فجلسنا نحكي طيب عن العاملة اللي موجودة في المدرسة، فاكتشفت أنه العاملة اللي موجودة عندها كانت معها ماجستير رياضيات، هي تيجر يعني هي الشخص اللي بتقدم الشاي والضيافة وكذا في المدرسة. فلما سألتها أنه أنتي ليش موجودة هون، تحكي لها أنه أنا بدي أصرف على بنتي وبدي أرجع على بلدي أفتح مدرسة. فهذه المديرة قررت أنها تخصص وقت لهذه العاملة كل أسبوع، مثلا هذا الأسبوع في قسم المشتريات، هذا الأسبوع عند المحاسبة، هذا الأسبوع عند المنسقة الفلانية، هذا الأسبوع كذا، بحيث أنها تتعرف على كل مرافق المدرسة، تكتسب الخبرة، لما ترجع على بلدها تكون حقيقة استفادت، مش بس أنها كانت عاملة شاي أو قهوة. طيب إحنا من وين إجتنا هاي الفكرة؟ لولا أنه إحنا قرأنا كتاب أو رواية يمكن شخص يعتبرها أنه هي عادية أو عامة، لكن هي حولتها لمبادرة، حولتها لأمر آخر مختلف تماماً، ارتبط في معيشتها وبفكرتها وفي الناس اللي من حولها. وهاي يمكن ورشة طرحتها على منصة سراج اللي هي القراءة المحررة، كيف أستطيع أن أحول فكرة فقط من كتاب لمشروع متكامل أستطيع أني أفيد فيه مجتمعي والناس من حولي. وأنا بعرف كتير ناس مجرد من يقرأوا كتاب مباشرة بيحولوا لأفكار عملية أو لمبادرات في مجتمعاتهم. فأنا مع أنه كل إنسان فينا يبدأ يتعرف، ليس بالضرورة أنك تقرأها جميعها، لكن ممكن تقرأ خلاصات، ممكن تقرأ ناس إيش ذكروا عنها أو كذا. وأعتقد في كتير قنوات في اليوتيوب حالياً بلخصوا كتب في دقيقة دقيقتين، يعطيك فكرة عامة على الأقل لو يعني حفزتك أنك تقرأ هالكتاب أنك ترجع تتصفحه بشكل خاص فيه. طيب في الآن نروح، شكراً أول شيء دكتورة، يعني خلاص أقنعتينا أقرأ المجالات الأخرى وإن شاء الله يعني ألزم نفسي على ذلك. في أسئلة من المشاركين إذا كان وقتك يسمح. إن شاء الله. إن شاء الله. في سؤال، ما هي أهمية الخرائط الذهنية في تبليغ محتويات الكتب بشكل أكبر من الفهرسة حتى تخلق الرغبة والدافعية للإطلاع على كل تفاصيل المؤلفات؟ حياك يا ديم. أهلاً يا ديم. يعني أنا ذكرت في البداية إنه كل شخص بده يعرف طريقته هو في التعلم، ويمكن في كتير اختبارات من أشهرها الذكاءات المتعددة. الناس البصريين كتير بحبوا الخرائط الذهنية، وفي فرق بين الخرائط الذهنية والخرائط المعرفية، هاي لحد ذاتها كمان بدكم تبحثوا فيها وتشوفوا الخرائط الذهنية. خرائط ذهنية وخرائط إيش؟ وخرائط معرفية. خرائط الذهنية اللي هو عبارة عن توثيق أو تدوين المعلومات بشكل بصري مترابط حسب كل واحد فينا ما هو بيحب إنه يلخصها أو يرسمها أو يعبر عنها في الورقة، إذا هيك حبسط المفهوم. خرائط المعرفية لا، النص اللي له سبب بيختلف عن النص التاريخي، بيختلف عن النص كذا، يعني كل نص له طريقة معينة في رسم الخريطة الخاصة فيه اللي بتوضح العلاقات ما بين المعلومات اللي واردة فيه. طيب لو أنا شخص مش بصري، أنا ما رح أهتم كتير لموضوع الخرائط، بهمني أكتر أني أسجل بصوتي اقتباسات يمكن معينة خاصة فيها. طيب في ناس تيجي بتحكي لك أنا بحب أنه على بداية الكتاب نفسه يكون لي طريقة للتوثيق أو للتخطيط بالألوان، في ناس بتحكي لك لا أنا بدي دفتر أو بدي أوراق أني ألخص فيها. أنت أو أنتي بتكره الطريقة الخاصة فيكم اللي بتساعدكم أنتم في التعلم. ونرجع للرقمنة، في ناس بتحب استخدام الفويس نوتس على الأجهزة سمارت فون، في ناس بتحب تكتب على النوت اللي موجود عندها يعني، وفي أبليكيشنز كتير ممكن تساعد في هذا الموضوع أو تطبيقات.
يعني الفرصة أنه كل واحد فينا يكتشف، لكن بدنا ننتبه أنه في وقت منا نقضيه على تعلم هذه الخصائص الجديدة. يعني أنا أحد برامج تحليل المعلومات أخذ مني 3 أشهر عشان أتعلم بس الخصائص اللي موجودة فيه، هل كان في داعي ما كان في داعي إلى آخره. هذا أمر كل واحد فينا بده يحدده ويلتزم فيه بناء على هدفه وبناء على الالتزامات الأخرى اللي موجودة عنده. ديما أنا خلاص بس كنت تتكلمي. طيب في سؤال أيضا من الجمهور عجبني، كيفية اختيار كتب لتطوير الذات بعيدا عن المقررات الدراسية؟ يعني أنا فكرة تطوير الذات بالتحديد دكتورة. طيب عشان يعني أنا شوي عندي تحسس من موضوع إنه كيف أختار كتب أو مين يختار لي كتب. في ناس يعني بيشوف الكتب هي بتختارهم، يعني أنا بحب إني أتجول بين المكتبات ورفوف الكتب وأتعرف على أفكار جديدة، وتعرفت منها على كتير كتب زي طاووس في عالم البطاريق، أو مثلا راحت اللهم صل على محمد البطة، هلأ هو كتيب عجيب في إعادة تأملات القصص القديمة أو الموروثة، هلأ بس أتذكر اسم الكتاب. لكن لما نحكي عن تطوير الذات، تطوير الذات في إيش؟ تطوير الذات كمعرفة، تطوير الذات كشخصية، تطوير الذات يعني لها أبواب كثيرة جدا. فيا إما إنه إحنا خلينا نحكي مثل ما ذكر محمد علي حدد هدفه يمكن مسبقا، صح؟ مثل ما تفضلتينا بأي مجال بالتحديد، ومثل ما حكى محمد قبل قليل إنه أشوف مثلا توصيات أو نصائح من شخصيات عالمية ذكروا عن هذا الكتاب، أو ممكن إنه أنا نفسي أبدأ أطلع مثلا على بعض الملخصات أشوف إذا هذا الأمر، أو إني أروح أتصفح الكتاب تصفح سريع وأشوف الفهرس هل هو بيجذبني ما بيجذبني. قصة يمكن أنا دائما بحكيها للصبايا عندنا في نادي الكتاب، إنه كنت في المكتبة بحاسب وكان معي كتابين، أحدهما اسمه نهضة إنسان، فامرأة أمامي أنا حاملة مجموعة كتب للمجموعة اللي عندنا، فبتحكي لي الكتاب شكله مهم، لها أنا ما قرأته، يعني أنا ما بقدر أوصيك فيه لأن أنا ما يعني أنا لسه بدي أطلع عليه. فطلبت نسخة وتصفحته سريعا وكذا، وبعد فترة بلغتني إنه الكتاب غير في حياتها، وأصبحت متطوعة وأصبحت مبادرة وأسست مجموعة قراءة عندها في العائلة، وقصة طلعت من الكتاب. أنا ما كنت بعرف الكتاب، يعني أنا كنت حتى خايفة إنه إيش ممكن يطلع محتوى أو إيش الأثر اللي يكون، لكن سبحان الله هي بالنسبة لها كان كتاب فعال جدا. إذا عندنا أكثر من طريقة، إما أني يعني أنا نفسي أبحث عنها، إما أني يعني أسمع ترشيح كتب من شخصيات أو ناس موثوقة، لكن لابد يكون لي رأيي الشخصي. أرجوكم إنه كل واحد فينا يكون له بصمته طريقته، ما نتعامل مع المعلومات بتقديس. كتاب الحمد لله ذكرت اسمه البط الدمين يذهب إلى العمل، عجبني كثير في البط الدمين يذهب إلى العمل. عربي هو عربي مترجم. الفكرة كانت إنه القصص اللي إحنا بنعرفها عن العندليب والأقزام والإمبراطور كذا إلى آخره، الكاتبة قدمتها في مفارقة إنه ما الفرق بين النسخة المترجمة وما الفرق بين القصة الحقيقية اللي كتبها الكاتب الدنماركي، وكيفية تطبيقاتها في عالمنا بالإدارة والأعمال والنفس والتأملات وكذا. فيعني كل شخص يمكن يقرأ كتاب يجده غير مناسب، لكن شخص آخر يجده بالنسبة له كان فعال وكان عملي جدا. وبهالمناسبة بقرأ يعني بنصح بكتيبين، القراءة المثمرة للدكتور عبد الكريم بكار، كتيب صغير، وكيف تقرأ كتابا. أنا بوصي فيه بشدة، ما تحكي لي بعرف أقرأ كتب، لأنك بس تقرأ الكتاب راح تعرف إنه لا، إحنا بحاجة نعيد لفهم وعلاقتنا مع قراءة الكتب. طريقة كيف تقرأ كتابا لمن؟ من الكاتب؟ مايلر، هو كتاب مترجم. ديما هل في سؤال أو
نعم، كيف ننصح شخص يميل إلى التعلم الصوتي أكثر من الكتابة والقراءة؟ كيف ننصحه بإيش؟ إنه ما يتعلم هيك؟ يعني يمكن بيقصد إنه شو تنصحي إنه يعمل؟ يعني يمكن إنه يركز أكثر على الكتب الصوتية مثلاً أو هيك، صح؟ يعني إحنا ذكرنا في الأول إنه أنا بدي أتقبل إنه كل شخص فينا له طريقة تعلم مختلفة، يعني أنا كل واحد من بس أولادي في واحد يحب يقرأ أكثر، واحد هيسمع. يعني خلينا نحتفي إنه كل شخص معروف بطريقته أو بأسلوبه، المهم إنه هو يستثمر هذه القراءة أو هاي المعرفة بواقعه أو بحياته، إذا هو ما كان شايفها غير فعالة، ساعتها هو اللي بده يحدد الطريقة الأخرى الأنسب له. يعني لكن ما ننتقد على غيرنا إنه لا لازم بالطريقة اللي إحنا بنتعلم فيها. ممكن أخذنا 10 دقائق زائدة منك دكتورة إضافية. في سؤال يا ديمة؟ أو حول على بس ساعة هذا في على واحد، هل الكلاسة. سيكون التعليم، ما بعرف إذا ذكرته سابقا، أتوقع لا، هل سيكون التعليم الرقمي بديل عن التعليم التقليدي؟ سؤال مهم. تمام، يعني إحنا نرفض فكرة إنه يدا يدا، خلينا نستثمر كل الأدوات اللي عندنا ونطلع بفكرة ثالثة أو فكرة رابعة أو فكرة مختلفة تماما. لكن احنا بحاجه زي ما ذكرنا في البدايه، واحد انه الانسان يتعرف هو على نفسه وقيمه، واثنين انه يستثمر الادوات والمصادر اللي موجوده، خاصه تتعلق بتجويد او بتحسين الممارسات. فاذا بعض الدول او المجتمعات كان بيناسبها اكثر انه ينتقلوا للتعليم الرقمي اكثر، مع مراعاه انه احنا يكون تصميم مرتكز على الانسان، ومع مراعاه انه احنا كيف نراعي في خصائص علم النفس النمو، يعني إلها هذا أمر آخر، تمام؟ لكن حتى لو أنا كطالب جامعي، إحنا بنشوف في ناس كتير درسوا أونلاين وأخذوا شهاداتهم، البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، دول تعترف فيها، دول ما بتعترف فيها. الأهم إنه أنت ماذا فعلت بهذا العلم اللي اكتسبته واللي قدمته واللي صحيح، بذلت جهدك ووقتك وحياتك فيه. أهم من فلهذا الشهادة حدثت. تمام، يعني الشهادة شيء وما يترتب أو ما ينبني عليها. وأنا كثير بحب اقتباس للطنطاوي رحمة الله عليه، نحن لسنا بحاجة لشهادة قد تنال بالغش أو السرقة، نحن بحاجة لأمة نحييها، يعني بدنا هالهمة اللي تنهض بها الأمة. عم بتسووا تمام. الامتحان بأسماء الكتب أنتوا على فكرة. ممتاز. صراحة ما شاء الله دكتورة، أشوف تفاعل الشباب بالتعليقات على الفيسبوك، يعني فعلا ما شاء تفاعل الله. كبير، من أفضل الحلقات يعني اللي قدمت. شكرا لديما إنه يعني خرجت وخلتني أطرح كل الأسئلة اللي عندي. شكرا 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 لك دكتورة، جزاك الله جزيلا لك خير. دكتورة، الله وبعتذر كثير يتقبل يعني. منك. لا لا إليك عادي، إليك لا لا إليك، حلو حلو، والله يكرمك. انبسط يعني انبسط الحمد لله، الصراحة كثير. كل الشكر لكم جميعا، من أمام الكاميرا، خلف الكاميرا، من في الكواليس، وإن شاء الله نلتقي دوما على خير، وللجمهور اللي كانوا سهرانين معنا إن شاء اليوم. الله إن شاء إن الله شاء الله يكون بلقاء لقاء آخر. آخر إن شاء بإذن الله الله. إن شاء الله شكرا إن شاء دكتورة، الله. السلام عليكم. السلام عليكم.